ارتفاع في معدلات درجة الحرارة تشهدها ولاية تمنغست في الآونة الأخيرة، فالمنطقة باعتبارها الأعلى على مستوى سطح البحر تعرف أشعة الشمس فيها حدة كبيرة خاصة في منتصف النهار. هنا بأقدم الشوارع وأنظفها بالولاية يعكف المواطن على تشجير المكان في خطوة للحد من درجات الحرارة وتلطيف الأجواء. بالنسبة للتشجير 100 سنة إلى الوراء لم تكن هنالك أشجار، بل كانت هنالك شجرة واحدة بالقرب من مقر الولاية ودار الثقافة. في الماضي كانت السلطات من تقوم بالتشجير، أما اليوم المواطن أيضا يقوم بهذه العملية كما تشاهد أمام بيوتنا. أمام كل بيت شجرة، عنوان اتخذه محمد لحملته التطوعية من أجل تشجير شوارع وقرى تمنغست. ومن داخل هذه المشتلة التابعة له يقوم بتحضير فسائل لمختلف الأشجار المحلية والاستوائية كالشجرة ذات الطوابق وشجرة الرنف الملكي أو البوتسيانا. درت نداء مع ناشط إعلامي ووصل لي الفكرة، فكرة أمام كل بيت شجرة، وتبارك الله لقيت استحسان واستقبال ولقينا طلبات يعني ما نتخيلوها من الولاية هنا ومن الولايات المجاورة ومن القرى المجاورة الخمسة بلديات للولاية. وتبارك الله الحمد لله رب العالمين قريب نكملوا الحصة اللي رانا وعدنا بها وهي 6000 شجرة. ما شاء الله، يعني كي نقول لك ما شاء الله ما شاء الله، صييتها حطيت صدور صلحوا فيهم الضل فيهم النوارة، ربي يبارك. وجيت منابية باش نزير كونتيتي من الصدور هادو، نزيد نوسع الاخضرار في البلدية. سقرسا طنقت وأفلال من أهم المناطق الرطبة على تراب الأهجار، مناطق تؤكد أن تربة تمنغست تربة معطاءة تنتظر من يستزرعها من أجل واقع بيئي جميل يليق بعاصمة السياحة الصحراوية.